سنة 1908 يتعرض أول فيلم كرتون بالمفهوم المعاصر عشان يلهم رسامين كتير من بعده، وأشهر الرسامين اللي التاريخ مش هينساه هو والت ديزني، بس التاريخ برضو مش هينسى هيو هارمن ورودولف آيزينج. ولو انت ناسيهم فالفيديو ده بيتكلم عن أحد أفضل الأعمال اللي اتقدمت في مجال الأنيميشن، لوني تونز. في 1920 هيو هارمن ورودولف آيزينج رسامين كانوا بيحاولوا يبدأوا كاريرهم في الانيميشن. في الوقت ده مفيش احسن من انك تشتغل تبع استوديو والت ديزني في مدينة كانساس الامريكية، بس في 1928 والت ديزني قرر ينقل الاستوديو لكاليفورنيا، وفضل هارمن وآيزينج في الاستوديو القديم في كانساس. وسبب مشاكل في حقوق النشر اترفض هارمن وآيزينج، فيقرروا انهم يبدأوا الاستوديو الخاص بيهم، وعملوا فيلم قصير باسم باسكو ذا توك انك كيد. فيلم قصير في ولد اسمه باسكو بيتكلم مع رسامه، وقدموا الفيلم لليون سلازنجر منتج شغال مع وارنر براذر، وعلى طول بعدها شغلهم معاه لانه عجبه جدا الفيلم بسبب الخبره في الرسم والتحريك اللي خدوها من شغلهم مع والت ديزني، واعتماد افلام الكرتون دي على الحوار على عكس ديزني اللي كانت لسه بتقدم كوميديا قريبه من السلابستيك كوميدي. وفي 1930 يبدا هارمن وايزنج الشغل على سلسلتين من افلام القصيره لوني تونز وماري ميلوديز. كانت لوني تونز فيها شخصيات بيتكرر ظهورها في اجزاء السلسله، بس ماري ميلوديز كانت الشخصيات فيها بتظهر مره واحده، والوضع كان مستقر لحد ما لحد سنة 1933. هارمن وآيزينج يتخانقوا مع سلازنجر ويستقيلوا من وارنر براذر وياخدوا معهم كل الشخصيات اللي رسموها. سلازنجر ما بقاش معاه غير اسم لوني تونز من غير شخصيات، فقرر سلازنجر انه يوظف رسامين جداد وامرهم انهم يطلعوا بشخصيات جديدة، وفعلا عملوا شخصية بادي نجم لوني تونز الجديد، وكان مشابه جدا لباسكو. مش بس كده، دول عملوا كمان فيلم الميري ميلوديز في 1935 وكان اسمه I haven't got a hat، وقدموا فيه شخصية اسمها بوركي. Listen, my children, and you shall hear الشخصية دي عجبت الجمهور جدا، فقرروا يقدموها في لوني تونز. وفي 1940 قدموا دافي داك والصياد إلمر وتويتي، واخيرا رمز لوني تونز لحد دلوقتي باكس باني. واستمر لوني تونز وماري ميلوديز لحد سنة 1944، السنة اللي باع فيها سلازنجر كل حقوق لوني تونز لورنر براذر. بعد ما لوني تونز بقت تحت وارنر براذر بشكل كامل، الرسامين بقى عندهم حرية اكتر وفلوس اكتر عشان يشتغلوا على اعمال وشخصيات جديدة، شخصيات زي سيلفستر، يوسمايت سام، سبيدي جونزاليس، وايلي كايودي and the Roadrunner، Tasmanian Devil، وشخصيات كتير تانية. ونتيجة لكده تفوز لوني تونز بالأوسكار في أفلام زي تويتي باي، For Sentimental Reason، سبيدي جونزاليس، وأخيرا باكس باني سنة 1958. بس في نفس الوقت اللي لوني تونز بتحقق فيه جوائز الأوسكار، بدأ ينتشر اختراع جديد هيغير التاريخ، اختراع ما فيش بيت أمريكي ما دخلهوش، والاختراع ده اسمه التلفزيون. بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت طفرة اقتصادية خلت عجلة الإنتاج تدور في كل الصناعات، وكان أحد الصناعات دي هي التلفزيون. ونتيجة لكده في 1955 التلفزيون بقى في أكتر من 25 مليون بيت أمريكي، واللي خد باله من موضوع انتشار التلفزيون كان والت ديزني. ديزني قرر إنه يقدم أعماله القديمة كلها على التلفزيون بحيث يلم جماهيرية أكتر، وفي نفس الوقت يشتغل على أعمال جديدة. وفعلا في 1954 ينزل أول حلقة من ديزني لاند، بس وارنر براذر ما كانش عندهم نفس أفكار ديزني وتأخروا كتير على ما دخلوا التلفزيون، وده بسبب ان معظم اللي شغالين في استوديوهات الانيميشن كانوا يا اما بيعتزلوا او بيسيبوا الشغل ويروحوا لشركات منافسه بسبب الخسائر الماليه الكتير وقلة الاعمال، والرسامين بدا يبان قلة الجوده في الرسم. ونتيجه لكده يتقفل استوديو وارنر براذر للانيميشن، واخيرا بعد الازمات دي كلها تقتنع وارنر براذر انها لازم تدخل عالم التلفزيون وتقدم باجز باني شو. The Bugs Bunny Show. برنامج بيعرض الاعمال القديمه للوني تونز، وفعلا نجح جدا على التلفزيون والناس كانت عايزه اكتر منه، والمنافسه بين لوني تونز وديزني رجعت تاني. واستمر باكس باني شو لحد سنه 1963، وارنر براذر تنتج اعمال جديده على التلفزيون، بس بسبب الضغط في الوقت كان باين ان جوده الاعمال دي اقل بكتير من الاعمال القديمه، فتقرر وارنر براذر انها تعيد نشر ذا باكس باني شو، نفس حلقات البرنامج القديمه ونفس كل حاجه، بس بدل ما كانت الحلقه كل يوم بقت حلقه كل اسبوع، وفضل يتذاع لاكتر من 30 سنه. ونتيجه
يفضل كده، يفضل لوني تونز موجود في الساحة لحد 1980. ورنر برازر تقدم فيلم ذا باكس باني رود رانر موفي، واخيرا يبان فيه الجودة في الكتابة او الرسم. طبعا ينجح نجاح ساحق خلى ورنر برازر تقدم 3 افلام كمان، ذا لوني 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 باكس باني موفي، باكس باني سيرد موفي، دافي داكس، واك باسترز، ويفضل يقدموا اعمال كتير بعدها سواء مسلسلات على التلفزيون او افلام في السينما. ويستمر النجاح ده لحد ما يوصل لذروته في 1996 بفيلم سبيس جام، بس بعدها يقدموا فيلم لوني تونز باك ان اكشن، واللي ما كانش ناجح خالص، وده نتيجه لقله شعبيه السلابستيك كوميدي وقتها، فيقدموا اعمال خاصه للاطفال ويفضل الحال على ما هو عليه. وهنا تنتهي قصه لوني تونز، قصه اتعلمنا فيها انك ما تبقاش عنيد، وانك لو غلط مفيش مانع ترتاح شويه وترتب افكارك وتحاول تصححها علشان ترجع يمكن اقوى من الاول. Okay, move along. There's nothing else to see. That's all, folks. I like the sound of that. That's all, folks.